والآن مشاهدينا موعدنا مع الأحوال الجوية مرة أخرى. دينا شرف، شكرا لك سحر، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من العاصمة القاهرة العظمى 27 وصغرى 17، اسكندريه 22 17، مطروح 21 16، بورسعيد 23 17، الاسماعيليه 28 17، السويس 27 17، العريش 23 16، طابه 29 16، شرم الشيخ 31 21، الغردقه 30 20، الأقصر 33 20، أسوان 35 21، الوادي الجديد 32 20، شلاتين 31 19، وأخيرا حلايب 28 19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.